اي امرأة او اي بنت او اي انثى بتشوف الحلقة دي وفي ارتباط او في خطوبة او داخلة على زواج يعني، وبتسأل السؤال الشائع، هل الرجل ده هيكون مناسب؟ هل الشاب ده مناسب؟ اصل الزواج دي حاجة كبيرة قوي غير الارتباط يا جماعة، ده عشرة وعمر وانسان هنقضي حياتنا كلها الجاية معاه، فلازم نختار صح. يعني انا عارف ان معظم البنات بيسألوا الاسئلة دي وبيبقوا في حيرة قاتلة. في حلقة النهاردة تقدري لو لقيت ال6 صفات دول موجودين في الرجل ده أو الشخص ده، يبقى احمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها وما تفكريش ولا تسألي كتير، الرجل ده مناسب قوي. مش موجودين، يبقى راجع حساباتك قبل ما تتدبسي. يلا بينا. أهلا بيكم سريعا كده كالعادة، برحب بيكم، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله تحققوا كل أمانيكم يعني وتكونوا بخير، ودايما نكون عيلة كده جميلة ومتفاعلة ومتألفة ومع بعض دايما يعني مهما امتدت السنين. برضو بقول للجديد يعرفنا بنفسه اللي بينضم لنا عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، محمد أبو زيد ده على اليوتيوب وبرضو نفس الاسم على الفيسبوك، وتابعوني كمان على الانستجرام، الروابط دي متثبتة في أول تعليق ووصف الفيديو، ودوسوا لايك لو انتوا عاجبكم النوعية دي من المواضيع علشان نكتر منها، علشان نغوص أكتر في السلسلة دي. اللايك بيبقى علامة بارزة قوي بيعرفني حاجة زي كده يعني من خلالكم يعني، وكمان عشان نوصل الحلقة لبقية أصدقائنا. طب نبتدي بقى، أول حاجة من الصفات الستة اللي احنا قلناها في البداية، هل هو يتقبل وجهة نظرك حينما تختلف؟ طبيعي جدا والوارد والشائع بين المرتبطين، في حاجة أنا مقتنع بيها الطرف التاني مش مقتنع بيها، لما أجي أقول للطرف التاني أو أقول للرجل عامة، هل بيقول لي أنا اللي عندي قلته ولا وده اللي عندي وإذا كان عاجبك، ولا بياخدني واحدة واحدة ويسمع مني وجهة نظري ويقنعني ويا حبيبتي وإحنا لو عملنا كده هنخسر والمفروض ما نعملش كده وأنا بنورك وأنا خايف على مصلحتي، بيطول نفسه من البداية في الفترة الجميلة دي اللي هي فترة الارتباط، عنده استعداد يستحملني لما نتناقش في مشكلة ولا لا؟ باختصار لو الحتة دي مش موجودة بعد الجواز، النتيجة بقى اللي احنا عايزين نوضحها هيلغي شخصيتك، علشان تبقى فاهمة نقطة زي دي. تاني حاجة مهمة قوي، هل الرجل ده لما بيغلط بيعتذر؟ والمدة يعني ايه؟ يعني لو قال لفظ او عمل حركة او عمل موقف زعلتك، وهو موقف يزعل او شافك ان انت زعلان، هل بيقولك حقك عليا وانا اسف ومش هكرره وبيستنى لحد ما يصالحك، ولا زعلك بيهون عليه؟ والمدة، هل هو بيعمل كده سريعا ولا بيتباطأ، ولا بيقعد له كام يوم، اسبوع اسبوعين ممكن شهر؟ مهم قوي، لان لو ما بيعملش كده يعني لو ما بيعتذرش على طول وبيطول، تأكدي بعد الزواج زعلك هيهون عليه وهيهون عليه قوي، فدي حاجة مهمة قوي لازم الأنثى تكون واعية وتشغل دماغها فيها قبل ما تدخل على القرار أو تاخد القرار المصيري اللي صعب الرجوع فيه ده. تالت حاجة، بيشتمك، بيعلي صوته عليك، يعني صوته عالي عليك، عارفين الصوت اللي هو يعني سوري في اللفظ، بقلة أدب عالي، بقلة أدب عالي مستفز، هل الحتة دي فيه ولا مش فيه؟ خلي بالك أو ركزي في النقاط دي. طبعا احنا لو المواقف دي حصلت يعني مرة مرتين ما بندققش، بس احنا بنتكلم لو ده اسلوبه اللي دايما بيتعامل بيه معاك يعني على طول، لازم تركزي في حاجة زي كده. رابع حاجة، كريم ولا بخيل؟ مهمة قوي قوي، خلي بالك من حتة زي دي. تعرفيها ازاي؟ يعني لما بتكونوا مع بعض كده وتقولي الله حاجة عجبتني، او تحط ايدك على حاجة بتلاقي وشه اتغير وايده ارتعشت كده ويقولك لا ومش مهم، انت بتحسي على فكرة، بتحس الرجل ده كريم ولا بخيل حتى في العاطفة، يعني بخيل في عاطفته، بيقولك كلام حلو، بيديك كده وقت يقولك الكلام ده، يعني بيسأل عليكي دايما، الحاجات دي على فكرة ان دلت تدل على الكرم، ومهم قوي عشان ما تفتقديش النقطة دي بعد الزواج، مع مراعاة ظروفه برضه. يعني لما طلباتك لازم تتناسب مع ظروفه المادية، عشان ما تطلبيش حاجة أعلى من إمكانياته المادية ويتأخر فيها أو ما يلبهاش ليكي
ده طبيعي، هو هيجيب منين؟ انما لو انت عارفة وعندك يقين ان الحاجة دي هو يقدر ان هو يعملها لك، وحسيت ان في تخاذل او تباطؤ او عدم انبساط كده، مش سعيد وهو بيعملها، او لونه ووشه اتغير كده، اعرفي ان الراجل ده بخيل وهيتعبك في مسألة المادة قوي. خامس حاجة، هل بيحترم شغله ولا هو بيتنقل ما بين 30 شغلانة في شهر؟ مهمة قوي دي، مهمة قوي، حتى علم النفس بيأكدها. لو انت عايزة تعرفي الرجل اللي معاكي يعتمد عليه ولا لا، شوفيه في شغله، منضبط فيه يبقى يعتمد عليه، بيتكاسل وبيطنش وبيتخاذل والشغل صعب عليا وانا هسيبه ومش لاقي حاجة تناسبني، واما الاقي حاجة تناسبني يبقى عليه السلامة، راجع حساباتك من البداية. اخر حاجة معاه، علاقته باهله فيها احترام ولا فيها قلة ادب؟ مهمة، وانا ما بقصد اهله ما بتكلمش عن خالاته وعمته والكلام ده، يعني انا امه وابوه بس، ده اللي يعنيني. لانه لو بيحترمهم، والاحترام ده تعرفيه في الكلام عنه، هل هو اصلا بيجيب سيرتهم؟ ولما بيجيب سيرتهم معاك بيقول ايه؟ بيقول الناس دي تعبوا، الناس دي طيبة، الناس دي إيه، تعبوا على ما ربوني، على ما وصلوني، ليهم دور، ما اقدرش ان انا ازعلهم. هل بيقول كده؟ ولا هل بيقول ده ناس ما وقفوش جنبي وطول عمرهم مكسرين احلامي ودايما متعصبين عليا؟ حتى لو ده بيحصل ما ينفعش ان هو يقولهولك، لان ده ان ده اللي فيدل ان هو علاقته بيهم متوترة جدا. لان باختصار، واحد ما بيحترمش اهله هيحترمك بالعقل، خلينا بالمنطق، حتى بعيد عن كلام واحكام علم النفس هيحترمك، ده حتى المثل الشائع اللي صحيح 1000000%، اللي ملوش غير في اهله ملوش غير في حد. ده مش عايزه كلمتين، اقعدي مع نفسك ورقه وقلم وشوف ال6 صفات دول موجودين في الرجل ده ولا لا. موجودين توكلي على الله، لان انت لو في حياتك رجل فيه الصفات دي صعب ان هو يتعوض تاني. برضو عشان اصدقائنا اللي بيقولوا احنا بنبعت لك سواء على الانستجرام او الفيس وانت ما بتردش علينا او بتتاخر في الرد، انا قلت انا بعمل حلقات من النوعيه دي، برد عليكم بشكل عام بدل ما ارد على حد كله يستفيد، والمعلومه انت قدرت تسالي في غيرك ما بتقدرش ان هي تسال، بس ممكن ان هي تسمع في ناس شخصيتها كده، فيبقى الافاده اعم واشمل. يعني زي ما قلت لكم في البدايه، لو عايزين ان احنا نركز على النوعيات دي من الحلقات وفعلا شايفين ان فيها افاده ليكم، دوسوا لايك، وهو ده مقياس بالنسبه لي ان الحاجه دي انتوا طالبينها وانتم عايزينها. بحبكم جدا، هتوحشوني، ويا ريت تشيروا الناس اللي على الفيسبوك او حتى على اليوتيوب، يشيروا الحلقه دي على قد ما يقدروا. انا عارف ان النوعيه او نوعيه الحلقات دي مهمه قوي وتساعد ناس محتاره او ان هي تاخد قراراتها المصيريه. في ناس يا جماعه ما بيبقاش عندها القدره ان هي تقرر او تميز، والحيره بتقتلها. خلينا نكون سبب ان احنا نقدر ان احنا نساعد. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم جدا وهتوحشوني.